الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 108. بعد القراءة الأولى تحت قبة مجلس النواب العراقي للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على منح الأب حضانة الطفل بعد بلوغه سن 7، بينما تمنح الأم حق الحضانة حتى بلوغه سن 10. مادة أثارت سجالا واسعا وغضبا اجتاح الشارع العراقي كونها تمثل نقطة خلاف واضحة هنا في بغداد، تظاهرة تندد بعدم الإنصاف والظلم الذي وقع عليهم كتحديد ساعات مشاهدة الطفل بالنسبة للأب في المحاكم أو أماكن أخرى. أنا أب متضرر، عندي أطفال 2، بنت 12 سنة وابن 9 سنوات، طليقتي تزوجت، تزوجت وخلفت، وانا لحد الان جهالي ما شايفهم، قسم اتقسم ما طب المحكمه، ما اقدر، صار 9 اشهر ما طب المحكمه، 9 اشهر صار ما طب المحكمه، وما راح ادخل المحكمه ابدا الا يتعدل الماده 57. رجل الام يجي يتحكم باطفال يقول يلا بعد ربع ساعه يطلع المحكمه، بعد نص ساعه، اريد بس ابوسهم برا المحكمه ما يقبل. اطمئنان الحاضنه المطلقه بحضانه الطفل لمده 15 عام، هذا هو اس البلاء، وهي المشكله بحد ذاتها هنا. يعني انا من اطمئن 15 سنه يم المطلقه، اذا هي راح شنو؟ راح تطلق بمزاج عالي يعني. في المقابل لا يغيب الصوت النسوي عن ذلك، العشرات من النساء نظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف تعديل المادة 57 كونها تمثل إجحافا لحضانة الأم وتجيزها للأب، فضلا عن الجوانب النفسية والأسرية، مع فرض احتمال فقدان الطفل الرعاية والحماية. احنا جينا اليوم بهذا التجمع على مود نطالب تعديل المادة 57، واكيد الطفل هواية من اصحاب المتضررين بهذا القانون، لان القانون 57 دائما اغلبيته يكون للمرأة، يعني بكافة الحقوق اللي هي من حقها او مو من حقها، والطفل اللي هو الضرر الوحيد بهاي المادة، يعني تعنيف بأصعب مراحله يتعرض له الطفل بحالة الطلاق وبحالة الحضانة. فيما يرى ناشطون وحقوقيون أن هذه القوانين وبهذا الشكل من الفقرات القانونية لها غايات سياسية تخدم بعض الأحزاب في الانتخابات من أجل كسب أصوات الناخبين، وهذا ما يخلف تفككا اجتماعيا في بناء الأسرة بشكلها الصحيح. فقار فاضل، بغداد اليوم.